عموما أودي كمان خلينا ناخذك لهذا الخبر، حيث أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه عن تحقيق موسم الرياض لمستهدفاته لموسم الرياض كامل في نصف الموسم، وذلك بعد وصول أعداد زوار الموسم لأكثر من 12 مليون زائر خلال 60 يوم بس. 12 مليون زائر خلال هذه الفترة، مع تنوع الفعاليات الكثير اللي بنشوفها على جميع الأصعدة، سواء كانت ترفيهية، رياضية، حفلات، الكثير الكثير يعني. ففعليا نقول الحمد لله أنه كان عندنا هدف، وفي الآخر يعني بفضل طبعا الجهة المسؤولة ووقوف طبعا معالي المستشار تركي آل الشيخ على هذا الحدث المهم واهتمامه بكل التفاصيل بكل المعايير، إلا ما يكون يعني هذا أقل عدد ممكن أنه الواحد حتى يفرح بوجود العدد الكبير من الزوار خلال موسم الرياض في مدينة الرياض. يعني الحلو بعد يا رؤى أنه موسم الرياض صاير ماركة، صاير براند يحاكي جميع لغات الناس، جميع من في الكرة الأرضية. الأشياء الفيز سهلت لكل السياح، فصار ليش أني أنا ما أجي أشوف الرياض؟ خاصة أحس السعودية كانت يعني عين لكل أحد وده أنه هو يشوف السعودية، إذا ما كان الحرم المكي، إذا ما كان الحرم النبوي، عندنا الآن موسم الرياض، عندنا عسير، عندنا مناطق كثيرة. خاصة موسم الرياض صار للصغار وللكبار، يعني كل فترة إحنا قاعدين نشوف يفتح شيء أسبوعين ثلاثة أسابيع زي السيزن ويكفر، فتلقينا التركيز كله حتى من برا على هذا الشيء اللي فتح الآن. بالضبط بالضبط. يعني أنا ما ودي أقول لك ذاك اليوم دخلت أبغى أحجز مكان لقيت إنه كان آخر يوم خلص. عموما يعني الفعاليات ما زالت مستمرة وموسم الرياض ما زال مستمر بكل مفاجآته.